تضاربت الأنباء بشأن مقتل أمير تنظيم أنصار الشريعة المكنى بأبي عياض، حيث أعلنت مصادر أمنية مساء الاثنين أن قوات الجيش الليبي تمكنت من قتل المطلوب التونسي الأول المدعو أبو عياض، وذلك أثر اشتباكات دارت غرب بنغازي، وأبو عياض هو أمير تنظيم أنصار الشريعة في تونس، واسمه الحقيقي سيف الله بن عمر بن حسين. وهذه ليست المره الاولى التي يتم الاعلان فيها عن مقتل هذا الاخير فبعد هذه الضجه التي طالت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الليبيه والعربيه تبين ان الجثه التي تم عرضها على شاشات القنوات الليبيه ليست لابو عياض انما تعود للقيادي في تنظيم انصار الشريعه ويدعى عبد القادر ابو جراد هذا ما أكده مسؤول مكتب الإعلام في كتيبة شهداء الزاوية، يأتي ذلك أثر تقدم قوات الجيش الليبي باتجاه آخر معاقل التنظيمات الإرهابية في منطقة قنفوذة. تضارب الأنباء هذا يأتي في وقت تشهد فيه العاصمة التونسية مشاورات بشأن الوضع الليبي، حيث انتقل وزير الخارجية المصري لتونس لبحث تطورات الوضع الليبي مع دول الجوار. تطور جديد لافت فيما يتعلق بالازمه الليبيه وهو طلب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه من رئيس حركه النهضه التونسيه راشد الغنوشي تفعيل اتصالاته بقاده التيار الاسلامي في ليبيا والذين تربطهم بالنهضه علاقات متينه زيارة الغنوشي الأخيرة أثرت نقاط إستفهام عديدة فرغم التكتم الشديد على فحوى هذه الزيارة، فإن مصادر مقربة من دوائر القرار الجزائري أكدت رغبة الجزائر في إحداث نقلة نوعية في مسار الأزمة الليبية خلال الثلث الأول من العام الجاري. تحركات تؤكد ان المنطقه السائده الان بين صناع القرار السياسي في المغرب العربي هو تحقيق السلم الاجتماعي عبر اليه الحوار والتوافق لحل الازمه الليبيه التي تتجه نحو التعقيد يوما تلو الاخر